مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جمعة 19 جانفي 2018، إن شاء الله جمعة تكون مبروك مبروك علينا وعليكم. إن شاء الله نهاركم مزيان وانتم أزين وأجوركم ديما طيبة وطاقة إيجابية وطاقة عالية والفرحة الله لا يحرمها حتى حد بطبيعة. إن شاء الله وفائكم لنا يكون دايم وشكرا على وفائكم ومتابعتكم وإما كنتوا في تونس وخارج تونس وحتى لزانترنوت اللي تفرجوا فينا على اللايف نتاعنا على قناة زيتونة تتكتب بالعربي ولا صفحة البرنامج نهارنا هكا تتكتب بالفرنسي. حلقة جديدة من برنامج نهارنا هكا، برنامجكم اللي معناتها اللي انتم رحبتوا به عندكم في دياركم، في هذا حشي يشرفنا برشا. نودوكم بالوصفات البنينه من الكوجينه مع عند لي شيف اللي معانا، وكيف كيف فقراتنا بضيوفنا المزيانين والمواضيع اللي تهم الناس الكل. على ذكر الكوجينه لازمني اليوم نرحب بشيف لي دو شيف اللي حضروا معانا، رانيا الهمامي ورحاب الدراجي. مرحبا بكم. مرحبا سافا تو رانيا، جمعه كامله ها تبعوا فيك لعبات اللهم صل على النبي. رحاب عندي برشا عليه، شو نعمل انا لهنا؟ هربت شويه قرايه وكل نعتبها ولا لا؟ لا ميسي رحاب نتاعنا بنت الدار. رحاب نتاعنا شفعت فيك راني. وينك يا رحاب؟ هاني قرايه. ان شاء الله ربي صحة لاباس. الحمد لله لاباس. الحمد لله. رنوش لاباس؟ الحمد لله لاباس. انت الحمد لله. ش عندنا اليوم؟ برشا حاجات. اوه تخوفوا انتم. تعويض نتاع الغياب. انا نشوف في الطاوله تبارك الله معبيه سمار شيف زقول لي دونك بس فما حاجه بنينه. ويكاند حاجات ياسر بنينه وفيسع فيسع وغابيد سورتو. دونك عطينا شنو عندنا اليوم؟ دونك عندنا لي ميني بيتزا وعندنا السيدا نتاع جلجلان كما نعرفوا منافع نتاع جلجلان وكل. هكا شويه تقبل بيزا في البيتزا والكل نبلزوا شويه حلوه ندخلوا بربي ندخلوا معنا صغار للكوجينه خليه يتعلموا خليه يولي جو وموي يعرفوا برشا حاجات ما يبداوش للي يكبروا باش يتعلموا يدخلوا يقدوا حاجات في الكوجينه. حلو الكلمة تتبلبيزة عجبتني هذايا. كلمة تتبلبيزة تحس انه فما حاجة مشخشخة. ايوه نبداو مرجلين شوية في على طول الجمعة ونبلبزو في اخر اخر الجمعة. صح ولا دونك شنو هي اخر؟ قلنا انا عندي انا هوني عندي تتبلبيزة اكيليبري. شنو شنو فما؟ فيها نوازيت فيها زبيب. نوازيت وزبيب هذايا حمص وزبيب هذايا. نوازيت وزبيب. دونك ديسير اكثر منه حاجه حاره صح ولا؟ اليوم كله ديسير تقريبا. ديسير وشويه سالي نتاع شويه نتاع يعني بتاع تفرهيد وبتاع ديفول. هكا والله شكون كيفكم صحه عليكم ويعطيكم صحه. نوديتوا مشاهدينا بالوصفات الحلوه ملا تبداو انتم على رواحكم نقعدوا نحن مع بعضنا نتابعوا بعضنا اكيد. أيه. تابعوا معنا فقرات اليوم. اوكي ان شاء الله تابعوا اليوم ملا مع بعضنا فقرات لليوم. اليوم باش نحكيوا على التشغيل والشباب والبطال. الموضوع هذايا اللي عنا فترة كبيرة ياسر ونحن نطالبوا به ونحن نحكيوا عليه ونحن شعارات ترفع وقرارات تخرج وناس تحكي وبلاتوات وكل ميساج. خلينا زاد نزيدوا باش نزيدوا نحكيوا عليه حتى لين نلقاو حل. مازلنا باش نزيدوا نحكيوا حتى لين نوصلوا نلقاو حل. دونك اليوم باش نحكيوا على الشباب والبطالة في ظل الإجراءات الجديدة للحكومة التونسية. كيف كيف بتبيع في موضوعنا بشرفنا بحضورها، هي شرفتنا بحضورها مدام لميا بن عياد مهندسة وخبيرة في الذكاء الاقتصادي. مرحبا بك. مرحبا. صح لاباس؟ الحمد لله. فيك. الحمد لله. دونك زيد كيف الفقره المواليه باش نحكيو مع شركه بيموج الطبيعي مع مدام منيا غزيل. الشركه تبيع المنتوجات اللي تعودتوا بها واللي تابعتوها كل جمعه واستحسنتوا المنتوجات هذه وكل مره نستقبلوا لي تيمونياج نتاع الناس اللي جربوا المنتوجات هذه. فركزوا معنا مليح بتبيع في الفقره المواليه. وفي المتابعات اليوم باش نحكيو على مهرجان المشطيه بجبنيانه. شنو هي المشطيه؟ شنو جبنيانه شنو فيها بالضبط مهرجانات؟ باش ناخذوا اكثر تفاصيل على المهرجان هذا اللي باش يكون في دورته الثانيه مع الاستاذ خليفه حسونه في اخر حلقتنا لليوم في المتابعات. لكن خلينا نبداو كما قلنا فقره هكا نعيش مع ظل التشغيل والشباب والبطاله في ظل الاجراءات الجديده للحكومه التونسيه. كنا قد شاهدنا وتابعنا في الاعلام نتاعنا في الجرائد في الاذاعات في التلفز فما اجراءات جديده خرجت من رئاسه الحكومه تهم الشباب فيها برشا تفاصيل نحن باش ندقوها بطبيعه اكثر. لكن خلينا نحبوا الحوار هذا تثريها معنا بطبيعه مدام لميا بن عياد كما قلنا المهندسه وخبيره في الذكاء الاقتصادي. دونك مدام لميا الاجراءات الجديده اللي خرجت هذه اسكو كان نعطيو تحليل قبل ما ندخلوا في التفاصيل حسب ما سمعنا جيل صالح الشباب فعلا والا حاجه مش جديده عليهم؟ واكيد فهمتني. اي انا ماذا بيا نسال الشباب. اولا تبع هالقرارات الجديده ولا سمع بها ولا صح؟ وثانيا حتى اذا كان سمع بها حسب رايه فهمها
مش يلقى فيها مصلحته اللي ما يلقاش فيها مصلحته. الخبر اللي اعطاه هكا البوز اول الجمعه هو اقرار سنه 2018 سنه التشغيل. سنه التشغيل ايه ما حاجه كان سنه الاقلاع عم نقول سنه التشغيل. ربي يستر ولا ربي يستر اقلعنا الاقلاع ولا اقلعنا على الاخر اقلعنا من غير ما نشغله هذا برمو انا اليوم شغله احنا تو السنه هذه سنه تشغيل وخرجوا معناتها الحكومه خرجت تحكي على القرارات وعلى الانجازات الجديده والاليات اللي مش يخليوها وفوالا نلقاو ديما الشباب متذمر وديما الشباب في الشارع خرج كما ما قلنا الجمعه الاخرى اللي يندد لقانون الماليه ومازال في الشارع ومازال ماهوش فيه احتجاجات القرارات اللي صارت وشنو الاحتجاجات اللي صارت وعلاش هل عدم التواصل بين القرارات الحكوميه والحكومه ومبين الشباب والشارع التونسي. نقطة بليتو كلمة مهمة قلت عدم التواصل أنا مش نرجع عليها ونحبوا ندقوا فيها كيفاش علاش ما فماش تواصل كبير ياسر علاش برسمي فما برشا شباب مازالوا ما سمعوش بخطة حكومة الحكومية للتشغيل سنة 2018 فين هنا ممكن مش نعطي ريكاب بسيط للخطة هذه اللي معناتها تلخيص اللي يعني أعلنت عنه رئاسة الحكومة مشروع المبادرة الذاتية المستقلة. المبادرة الذاتية المستقلة أنا الكلمة هذه الحق نحبك تفسرها لي مدام لمية يخص جيل جديد من الباعثين من خلال توفير الدولة لسوق إطاري. سوق إطاري إيش معناه؟ في جميع الولايات التي يمكنهم باش يستفادوا من تمويل البنك التونسي للتضامن واللي يوصل لحدود 150 ألف دينار وباش تمكن الدولة من سوق إطاري بمعاملات قيمتها 600 ألف دينار. انا هنا مدام لمي باش نقلب الصوره مانيش نحكي اون طونك انيماتور باش نحكي اون طونك شاب ما فهمت حتى شيء من اللي حكيته انا نقرا كان في 150 الف دينار 150 مليون و 600 مليون وينهم حودي الفلوس دي كلها فين يعني كيفاش نخوم وكيفاش وليه والاكثر توفير فرص في المهن الخضراء المهن الخضراء شنو يعني ما نحب زاد كيف نفهمها والدولة ستمضي عقد من المؤسسة اللي على رأسها عاطل عن العمل وتخصيص ما قيمته 300 مليون دينار لمختلف آليات التشغيل وإمكانية إحداث صندوق البطالة هذا بطبيعة حسب تصريح لوزير التكوين والتشغيل وفما 30% نسبة البطالة عند حاملي الشهادات العليا حسب طبيعة ما صرح به وزير التشغيل ويلقى الحل في النمو الاقتصادي والاقتصاد التضامني والتكوين المهني دونك هذا ريكاب للي خرج مؤخرا انا كشاب نقول لك فهمت اي ما برش حاجات ماهيش واضحه مش واضحه كيفاش وهذا هو معناتها حتى لو كان دخلوا للشارع تقول لهم سمعتوشي ولا فهمتوشي حتى حد ما هو مش علاش خاطر قنوات التواصل ماهيش محلوله باللي رئاسه الحكومه تعمدت على بعض وبث صورة رئيس حكومة أونجين ودير بالشباب أما إشي قال إشي عطاهم إش طمنهم ما الفيدباك ما وصلش وما سمعناهش هنا على فكر 150 ألف مليون نستسمحك مدام لمية 150 ألف دينار أنا تقريبا عندي عام قولوا عام سمعت بها يعني ماهيش جديدة هذه فوالا شفت علاش مابقاش ثم ثقه بين بين المواطن وبين الحكومه صح. على خاطر نفس الحكايات نعاودوا نحكيوهم بديكور اخر بتوقيت معين ثم احتجاجات شعبيه ثم احتجاجات نتاع شباب احتجاجات الشارع كلها 90% منها شبابيه شباب معطل على العمل شباب نرجع ديما يخدم في السيكتور انفورمال ما نجموش نقولوا اللي خاطر تو شبابنا تلقى عنده فلوس في جيبه يشرب قهوته عامل الجيل في شعره ويقول لك انا بطال بطال في السيكتور فورمال في السيكتور انفورمال يدبر في راسه وهذه الكلمه هذا هو معناتها ثم حقائق ثم حاجات جديده ما عملنا لهاش البدايه نتاعها في المنظومه نتاعنا الحكوميه وقت تجي تعمل شسار سبع سنوات هذوما احتفلنا بالذكرى الثورة والتغيير والحكومات والديمقراطيات والانتخابات تقول لك كان الحكومة أنا شغلت أكثر ووفرت أكثر من 200 ألف موطن شغل ما يقولوها حتى في الإذاعات موجودة ويقول لك 90% منهم في القطاع العام حسيتهم شي ما حسيناهمش يقول لك انا وفرت في السبع سنين هذوما فوق ال 200 الف موطن شغل 90% نتاعهم في القطاع العام في القطاع العام باهي
العمليه كيف نقولوا احنا كل في التو دو كروسونس نتاع البلاد كل 1% تو دو كروسونس عندنا 16000 موطن شغل يتخلقوا 10000 للشباب اللي ما عندوش شهاده وابخي 6000 للشباب اللي عنده شهاده احنا كيف تجي تشوف قداش عملنا تو دو كروسونس ما تلقاش هال 210000 موطن شغل دونك ليكواسيون ما تقابلش دونك هنا الثقه ما تبهيش مش تزيد تتهرد معناتها حتى لي شيفر نتاعنا ماهوش ارقام اللي تجم تدخل للمخ باه نقولوا توا سنه التشغيل وخرجوا في الاذاعات يتكلموا على الاقتصاد التضامني الاجتماعي باه يقول لك معناتها انا نحب نبسط في التشغيل ثم تشغيل في القطاع العام وتشغيل في القطاع الخاص. توا مش يخلقوا قطاع اللي هو اسمه قطاع الاقتصاد التضامني الاجتماعي. أو المبادرة الذاتية المستقلة هذه. هيك هي علاش حكاوا على المبادرة الذاتية وحكاوا على جيل جديد للباعثين. واضح توا الفكرة؟ باهي أنا كان نفهم من كلامك أنه معناتها حكومتنا التونسية الموقرة تحب الشباب أنه يبعث مشاريعه الخاصة. يعطيك الصحة. كيفاش؟ فوالا كيفاش مشروع كيفاش نجيب خاطر هو داخل في منظومه اقتصاد اجتماعي تضامني ثم الاجتماعي وثم التضامني ثم السوليداريتي ويقول لك بعث جيل جديد من الباعثين دونك ثم ثقافه كامله جديده نتاع بعث للمشاريع لونتربرونيا باهي انت مش تعمل ثقافه كامله اقتصاديه ومنظومه اقتصاديه جديده حضرت الباز نتاعها حضرت لها الاليات نتاعها هالشباب هذوما اللي توا يحب يخدم توا عنده فكره على اش معناتها لونتربرونيا اصلا الكلمه يقولوها بالغلط باه اصلا الكلمه يقولوها بالغلط هذه حاجه دونك ما ثمش اون بون سينكرونيزاسيون بين مطالبنا توا وبين هالمنظومه الاقتصاديه الاجتماعيه اللي ماشيه فيها حكومتنا اما علاش ما وقعش اون بون كوميونيكاسيون وعلاش الحكومه ما نجمتش توصل اللب نتاعها على خاطر ماهيش مشروعها هي على خاطر ماهوش مشروع خارج من النويو نتاعهم هما على خاطر ثم ضغط ضغط من برا ضغط من المنظمات العالميه الخارجيه ضغط من العباد اللي تبع راهي ثم منظومة اقتصادية اجتماعية تضامنية تجم تعطيك الفرصة أنك تنقص وتحد من البطالة وتنقص وتحد من الفقر في المجتمع باه نحن باه مدام لمي باش نرجع لك في النقطة هذه لكن نستسمحك معنا تليفون من عند سي الأسعد الحاج صالح هو شاب من المنستير بطبيعة كي نحكيه على شاب تونسي زاد كيف كيف هو للأسف عاطل عن العمل لكن إن شاء الله ما يكونش عاطل عن الامل هذه هي النقطه اللي ان شاء الله ما نوصلوش بها لشبابنا سي الاسعد مرحبا بك شكرا سيدي مرحبا بك شكرا على المداخله مرحبا دونك الاسعد انت من المستير واكيد تابع في بالك معناتها بالاجراءات الجديده او بالخطه الحكوميه الجديده للتشغيل انا هنا كشاب تونسي نحب ناخذ رايك شنو رايك في اللي سمعته في اللي تقال باهي سيدي اول حاجه باش نبداو فين يوم بعد 7 سنين من الثورة بعد 14 جانفي الثورة كي قامت كان الشعار نتاعها الشغل حرية كرامة وطنية الشغل كان في مرتبة أولى اليوم وقت اللي الشاب التونسي يلقى روحه في بطالة مش مسموح به بعد 7 سنوات اليوم الدولة والمنظومة اللي قاعدة تقوم حول التشغيل وكل منه اصلاح منه معناها العقود هذه منها عقد الكرامه منها سي في بي الى اخره هذه ما عادش قادره على انها تشغل الناس وماهيش حلول جذريه اليوم الشباب التونسي وقت اللي خرج للشارع سواء في 14 جانفي سواء اليوم والاحتجاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها قاعد يطلب في اعاده هيكله مؤسسات الدوله في اعاده هيكله المنظومه الاقتصاديه في البلاد هو الشباب هذا اللي يطلب في هذا نعم الشباب يطلب في اعاده هيكله منظومه الدوله هكا ولا المنظومه الاقتصاديه القائمه في المنظومه الاقتصاديه الاداره التونسيه اليوم وقت اللي يطلع رئيس حكومه ولا يطلع وزير ويتحدث على
اصلاحات ويتحدث على مشاريع ويتحدث على كذا. اليوم الشاب التونسي وقت اللي باش يمشي يطلب قرض ولا وقت اللي باش يطلب وثيقه ولا وقت اللي باش ينتصب لحسابه الخاص يلقى عده عراقيل موجوده في الاداره التونسيه. يعني كيفاش انت تحب تحد من البطاله وكيفاش انت كدوله يعني تحب تحرك عجله الاقتصاد والتنميه وقت اللي انت عندك يعني اداره غارقه في الباباس نقولوا معناها في الوثائق المتراكمه وفي برشا اوراق العراقيل معناها كبيره برشا. اليوم وقت اللي تطلب قرض من سواء من البي تي اس ولا من اي بنك يعني تقعد تنتظر يعني بالسنوات. هذا يعني قاعدين نعيشوا فيه. ما نجموش نتحدثوا على تنميه، ما نجموش نتحدثوا على اقتصاد وطني مواطني حقيقه بالاجراءات هذه. اليوم عقد الكرامه هو عقد سلب الكرامه الحقيقه. سلب الكرامه مهم ماهوش اصلاح حقيقي. هذه مليارات من الشعب التونسي قاعده تمشي في ما لا يعني. الفلوس هذه زي ما تمشي في اعاده هيكله البنوك، في اعاده هيكله الاداره، في اعاده هيكله الاقتصاد التونسي. اليوم ومادام لم يتنجم تحكي على الاقتصاد التضامني الاجتماعي وهي مختصه فيه وتعرف الشيء هذا مليح، تنجم تحدثكم عليه وين هذا؟ شبيه ما ترساش في البلاد. هذه بعده يعني تساؤلات الحقيقه نجم نطرحها. دونك هذه اهم التساؤلات اللي تجينا من عند الشباب التونسي اللي معناتها تدور في ذهن شبابنا في تونس. هنا باش نختم معك الاسعد وشكرا على التدخل نتاعك. شنو تستنى من الحكومه ولا انت بالضبط كان حد وشنو مطالب الشباب، اهم مطالب الشباب، وين ترى روحك عام الجاي في ظل القرارات هذه؟ شوف خويا اليوم الشباب التونسي مطالب بالتشغيل. والتشغيل ما نجمش يجي كما قلنا باللي كونترا هذوما اللي قاعدين يعملوا فيهم ولا بالاصلاحات بين ظفرين ماهيش اصلاحات راه. هذه عقود وعمليات يعني جيست نتاع نعديو بها خلينا نحيو الاحتجاجات اللي قدامنا خلي كذا يعني ماهيش نتاع ماهيش نتاع دوله يعني الحقيقه. يعني اليوم الحكومه الموجوده بين ظفرين قاعده تتعامل مع الظروف تكوش عليها عطار يعدي في سلعته ولا عطار يعني قاعد يشوف في ظروفه الماديه الصعيبه. اليوم الشعب التونسي كله متقلق برشا من الظرف الاقتصادي الموجود مش كان الشباب، والشباب ان شاء الله نكونوا عندنا امل، نحن ديما عندنا الامل ان شاء الله ديما نزرعوا الامل ديما نقولوا احنا الشباب باش نفكوا السلطه باش نفكوا الحكم المحليه وباش نرسيوا ديمقراطيه محليه وباش نرسيوا نظام اقتصادي متطور يقدم بالبلاد ونشوفوا بلادنا متقدمه ان شاء الله. صحيح احنا اليوم نعيشوا في ظروف صعيبه ولكن ان شاء الله أكيد. بعد 20 عام ولا 30 عام ان شاء الله تكون عندنا برامج واضحه. باهي لسعد بارك الله عليك. الشباب اللي يبدا واعي ويرمي الكره ل 20 و30 سنه القدام يقول لك ثم امل معناتها باللي بالاحباطات اللي موجوده. انا نحب يعودها الكلمه نحب يعودها لسعد ختام من اخر كلمه باش نقفل بها معاك ونسلم عليك. فما امل كشاب ترى فما امل في البلاد ولا في الامور هذه؟ نعم ولا باذن الله فما امل وقت الشباب ياخذ زمام الامور وقت يتطوع بالعمل. المجتمع المدني الاحزاب السياسيه اليوم مطالبه على انها تفعل دور الشباب بداخلها على انه الشباب يتكون بداخلها ويخرج وياخذ مقاليد السلطه خلينا نقول بالظفرين من الناس هذه لانه الشباب هو لقاب الثوره والشياب للاسف هم اللي اخذوا السلطه. ولكن ان شاء الله باذن الله نكونوا على ابواب 2019 يكون ثم امل جديد للشباب التونسي ان شاء الله. شكرا لك لسعد الحاج صالح شاب من المنستير بالتوفيق ليك ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي ييسر الامور الكل. سلم عليك برشا برشا يعطيك الصحه على المداخله نتاعك. مدام لميا نحكيو على الوعي. تو شاب واعي تبارك الله عليه وقال لك فما امل. ديما نقول شبابنا واعي. انت شاب مريحه ابو رانيا مريحه تبارك الله وما شاء الله تقرا وتجي وتحب توري وتحب تعطي. الشباب اعطيه الاطار. هنا قناه الزيتونه عطات الاطار عطات الضوء عطات لي مويان وقالت لهم يجيو يقدموا ويعطيو في الاضافه ويعطيو للكبار يعلموا فيهم. معناتها ثم حاجات انا ما نعرفهمش ما نجهلهمش ناخذها من عندهم. دونك هي تعطيني الاضافه وانا نعطيها. هذا هو الشباب شي يلزم يكون شي يلزم. هنا يلزم الدوله تعطي وتحضر الاطار. الاطار نتاعها وين هالاطار؟ وين في الادارات نتاعك اللي هي فيها عمليات كبيره ياسر وما تخليش
برشا الشاب يتقدم يوهق يخاف حذر الإطار. دونك وقت نقولوا ماشي سنة تشغيل وسنة شباب للتشغيل الشباب ومنظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، المنظومة هذه أنت باش تفعلها عندها آلياتها وعندها إطاراتها. الدولة يلزمها تحضر الإطارات هذه بالقوانين باش تجم تفعل المنظومة. القوانين شو قديش تحب لها وقت، دونك ما تجمش تقول لهم سنة 2018 سنة التشغيل. أنا احنا نقولوا الحمد لله وليوا تكلموا على هالمنظومة هذه اللي هي فيها منفذ يحل شوية الشباك للأمل أن نجموا نطوروا الحياة متاعنا في منظومة اقتصادية جديدة. أكيد. لكن ما زالت الثنية برشا طويلة، فيها برشا آليات وفيها برشا سن قوانين لهالخلقان هالشاب هذايا اللي ما يحبوا يخليوها يكون هو لونتربرونور. مهم ياسر. هنا كي ذكرنا كلمة الوعي، اسكو نحكيو على وعي حكومة بمتطلبات شبابها ولا وعي الشباب بشنو يحب الرسمي؟ تو انت كشاب شنو تحب الرسمي؟ وعي شكون اهم لك؟ ايجا نقول لك انا ديما مع وعي الشباب، خاطر هو الشباب هو اللي يمشي يجبد. عرفت وقت في ماتش نتاع كوره، اللعيب نتاع الكوره هو اللي يرمي الكوره ويجري في جرتها. بيان سور. اون فيت باش نقص عليكم انا، بون عمري 23 مي عمري اللي انتخبت ولا عمري قريت القانون ولا عمري شفتهم الحكايه هذوما. بون جو تخوف اللي هما سا مانتيريس با جمله، ممكن صحيح هو ممكن غلط معناها، مي جامي لقيت هكا لوكازيون نهار هكا حاجه المنتغيس اللي انا باش نحل نشوف ايميسيون تحكي على القانون والا اليوم تو كيف سمعت فما شي اضافه لك؟ لا ما سمعتش انا، ما ركزتش معاهم اللي حكيت هذوما. اما هنا دونك جو تخوف اللي زايد، خاطر نشوف العباد ماهمش قاعدين يقراوا سنين وماهمش قاعدين يخدموا. صح. يعمل ماستير ويعمل دكتوراه ويعمل درشنيه ويقعد يستنى. يعني فيت انا جو فيت لا باتيسري، يقراو معايا طفله قاريه في روسيا فارماسي وما لقاتش تخدم هوني في تونس، ما لقاتش خدمه. فهمت تشوفوا علاش معناها الشباب اللي ما عادش فما حاجه ديكالي يعني، ولا يعرف شنيا هذايا اللي قاعد يصير ولا يركز جمله. هذه هي لغه الشباب نتاع توا وموجود برشا. هذه هي انها يشوفوا امثله قدامهم محبطه بحاجه تزيد تفشل. داكور. هذه اللي عامله فارماسي ومشيت تعمل في الباتيسري، انت تشي تشوفها بالعكس انا نشوفها حاجه مزيانه برشا. باتلت شو؟ باتلت حتى لا فورماسيون ما كملتهاش تاع لا باتيسري. دونك هي الطفله تحب لها تاثير معين. فوالا. دونك هنا كيف نقول الدوله، كيف نقول الدوله يلزمها تحذر الاليات، اليات في التاثير، اليات في الانكوباسيون تاع لي بروجي، وتعطيهم الغارونتي. على خاطر الشباب وقت يمشي للبي تي اس باش ياخذ 150 مليون يقولوا اعطيني غارونتي. صح. ضمانات. ضمانات معناتها ثم يلزم دونك منظومه كامله بالبنوك نتاعها اللي تبدا تكون بنوك في الـ في الـ في الـ في الـ حتى البنوك القروض الصغرى فما تعجيزيه شويه. احنا يعني القروض الصغرى ثم اندا وثم برشا منظمات قاعده تعطي في القروض الصغرى مش للعباد اللي حاملين الشهادات. احنا تو المعضله الكبيره في شبابنا اللي عنده شهادة وما عندوش لا ثقه في نفسه انه يبادر ولا ثقه في البلاد نتاعو انه يستثمر فيها. صحيح. غاديك احنا هذيك هي المشكله اللي ما نجمناش نقولها لا ديكواسيون نتاعها. يقول لك كيفاش نستثمر في بلاد الدينار نتاعها ايكيفالون تروا لورو ايكيفالون تروا دينار. تو دخلتي في الانفلاسيون. هنا لكن باش ندخلوا راهو حر كبير ياسر. اش حبيت نقول؟ كيف بدات الحكومه وهبطت القرارات نتاعها ما يسالش، اهبطوا شويه من المناصب من العاج نتاعكم اللي قاعدين فيه، اهبطوا للشباب بطريقه اخرى وصلوا لهم، خلي عندهم يكون عندهم الثقه انه غيالمون مش نعملوا حاجه بهالقرارات الجديده. اش معناتها؟ انهم يكونوا انتجري هالشباب هذايا في القطاعات الكل، يكونوا في انتجري في ان غران بروجي. حلم. شنو هو الحلم؟ يا حكومة شنو هي الحلم اللي مش تعطيه لهالشباب هذايا باش يمشي معاك في التوجه نتاعك وفي المشاريع نتاعك؟ شنو هو الحلم اللي تعطيه له وكيفاش مش يتسوق لهالحلم هذايا؟ كيفاه؟
افهم حل قنوات التواصل من بينك وبين الشباب نتاعك باش حتى نقولوا بدينا اما عندنا ثقه اللي بالحق بدينا ونجموا نغضوا الطرف على برشا حاجات باش نعطيوا الامل لهالشباب هذايا اللي هو مش يقود البلاد القدام الغدوه والبعد غدوه. مهم ياسر، نحن سمعنا حاجه تداولوها برشا، ممكن انا كشاب تو هنا مش نحكي كمقدم، مش نحكي كشاب، كشاب ممكن ريت حاجات حتى على الانترنت على عابط على الانترنت انه فما امكانيه انه الشركات تولي تتبعث في حدود 48 72 ساعه، هذه ممكن خطوه طيبه شويه، يعني ممكن الهدف منها تسهيل الاجراءات، نشوفوا مثلا في السعوديه ولا في برشا بلدان اخرى، حتى على الانترنت نجم تحل الشركه نتاعك، يعني تسهيلات كبيره ياسر، علاش ما نوصلوش الحاجات كيف نكش؟ هنا قصنا نحن الاليات هذه، شنو الاليات الكبيره اللي معناتها نتطلبها؟ اللي ناقصنا هو الحلم اللي يجمع العباد الكل. الحلم الكبير. الحلم اللي يجمع القطاعات الكل. توا حتى كيف قدم لك البرنامج يقدم لك يقول لك ما نعرفش قداش من شركه بيئيه، ما نعرفش قداش من شركه في التيك في 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 التكنولوجيا، مي ما ثمش عنصر مشترك بيناتهم. كل واحد عرفت كأنك عندك سيمفونية وكل قطعة موسيقية تعزف وحدها، يلزم السيمفونية تبدأ النوتة متاعها واضحة، الحلم واحد، مشروع واحد، متعدد القطاعات، لكن مش نوصلوا بيه ونعرف وين نحبوا نوصلوا بيه. أكيد توا حاليا ما نراش في المشهد واحد يحكي أنه يلم هالشباب هذايا للحلم للبلاد. مهم ياسر، مدام لميا ختاما، خذينا أكثر وقت توا من فقرتنا، لكن مثال شنو نحب خليك كلمة الختام للشباب. الشباب شنو نحب نقول له؟ عندك شهادة، ما عندكش شهادة يلزمك ديما تكون عندك أمل اللي غدوة خير من اليوم. تكون عندك المبادره، ما يسالش حتى اذا كان لقيت الاداره عطلتك، حتى اذا كان لقيت كل حاجه ما مشيتش النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث، راهو الدوام ينقب الحجر، كون معناتها نلاش با، ما تهبطش ما تحبطش، ديما خلي الحلم نتاعك قدام عينيك، وراهو طال الزمن ولا قصر، لابد 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 باش توصل للي تحب تعمله. وان شاء الله هذه مبادره طيبه من الحكومه نتاعنا. فيه برشا جوانب ايجابيه بالطبيعه. بداوا يتكلموا على المنظومه هذه الاقتصاديه التضامنيه الاجتماعيه. الباب تحل، الشباك تحل، الضوء اشعل. وبشويه بشويه توا ان شاء الله نكملوا فيها الثنيه هذه. مهم ياسر، يعطيك الصحه مدام لميا بن عياد، مهندسه وخبيره في الذكاء الاقتصادي. دونك حكينا على معضله التشغيل والشباب والبطاله اللي كنا ديما نحكيوا عليها في ظل خاصه الاجراءات الجديده. كما قلت مدام لميا فيها جانب برشا ايجابي الحكايه هذه، فان شاء الله بغدة ربي كلمه حلوه قلتها، عندك شهاده ما عندك شهاده، المهم عندك الامل، غدوه خير ان شاء الله. باش نرجع لك رحاب ورانيا، فين وصلنا تو؟ نبداو برانيا ومن بعد نبداو برانيا. في دينا هوني خذيت 100 غرام زبده عليه 130 غرام فرينه اصفر عظمه و50 غرام سكر وزوز ساشيت سمارت شيف سكر فاني، خدمتهم مع بعضي وليت لي بات هكايا، نحطها في الفريجيدير تبرد. وعندي هوني الابيض العظمه باش نستحقوا، عندي هوني نوازيت وزبيب، بالطبيعه نعرفوا الزبيب والفوائد نتاعو ونعرفوا نوازيت والفوائد نتاعو. باش نعمل سابلي في الفريجيدير، تقعد في الفريجيدير. باش نعمل سابلي باش نستحق التوبينغ سمارت شيف. سمارت شيف تختار الجول اللي تحب عليه. انا باش نعملهم الكل. باش نعملهم الكل، صح عليك. وانت اللي حاب باش تعمل الكل انت. باش نعملهم الكل، باش نستعمل حاجات مي مش الكل. انا عندي العصيده نستحقوا 250 غرام جلجلان مرحي، حليب مركز، 100 غرام فرينه، وثلاثه حكوك نتاع الحليب المركز نكيلوا بيبي بثلاثه حكوك، زوز حليب وواحدة ماء، ونحطوا بيان سور الحليب عصا يسخن بحذانا، تصبوا كل شيء مع بعضه. نطيبوها كيما العصيدة كيما باش طيبوا عصيدة النوازات، ماء جلجلان ياسر فيه فوائد وماناش قاعدين نستعملوا فيه جملة. أكثر فايدة من النوازات وأكثر فيه برشا دي فيبر وفيه برشا حاجات. باهي للبيتزا، الصغار كل نهار كامل نحن في الويكاند عند البيتزارية ونشريو في البيتزا، دونك باش نختار. شكون كل يوم؟ كل يوم. كل يوم. كل يوم علاش لا؟ دونك باش ناخذوا 500 غرام فرينه، نحطوا شويه زيت، شويه حبق، شويه زعتر، شويه ملح، وخميره الفوريه اللي عند سمارت شيف.
واخترت زقول لي اليوم سوس بيتزا نتاعها ياسر بنينه فيها حباق وفيها كل شيء. اخترت زاده فلفل برعبيد، شويه زيتون، شويه طماطم، شويه بصل، هكا شويه خضره، وميم طون نعملوا شويه بيتزا في الدار. مهم ياسر، يلا نرجع لك من بعد ونتابعوا معكم بطبيعه الحاجات البنينه اللي باش تحضر. بما انه حتى كي طرحنا موضوعنا كان همنا الوحيد تونس، كان همنا الوحيد شباب تونس اللي شبني غدوه بلاده، كما قال زاده كيف كيف سي لاسعد اللي داخل ما نفقدوش الامل، كما وصلتنا مدام لمي ما نفقدوش الامل، فان شاء الله كنا نردوا بالنا على تونس. خلينا باش نختموا فقرتنا لليوم، منش نختموا ختام كالعاده اخرج فاصل وسلام. اليوم حابين خلينا نسمعوا مع بعضنا اغنيه مزيانه ياسر، اوبريت تونسيه غنى فيها لطفي بوشناق اللي البارح عاد ميلاده، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا عملاق الطرب في تونس الاستاذ لطفي بوشناق. كيف كيف زاد اسمه بن احمد نور قمر، غنايه نشيد الى ابطال تونس. نتفرجوا في الكليب هذايا ومن بعد نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا مع بعضنا، ما تبعدوش. رجعنا لكم مشاهدينا، مرحبا بكل من التحق بنا مباشرة على قناة الزيتونة الفضائية بتبيعة. مازلنا مواصلين برنامجنا معاكم. خلينا قبل كل شيء نمشيو نعملوا طلع على الشيف رحاب وراني ونشوفوا فين وصلوا في الديسير البنينة نتاعهم لليوم. رحاب فاش تعزم غادي؟ نعجب في البيتزا، ماني قلت لك عادة. عطينا فين وصلت؟ باهي، أنا حطيت الفارينة وعملت لها شوية سبلاج بالزيت، حطيت الملح، حطيت الخميرة في شوية ماء، لميتهم بالكدا، وبعد زدت الماء بشوية بشوية للي تولي العجينة ونعجن، نزيد الماء ونعجن للي تولي العجينة معناها سوبل ماهيش كاليبسة وتقلق في اليدي. صح. دونك هايكا فيسع فيسع، ما تتعجنش برشا، نعطيوها راحة تخمر بالكدا 20 دقيقة، وبعد نعاودوا نعجنوها ونحطوها ترتاح، وبعد نكعبرهم كعبر كعبر صغار اللي يحب يعمل بيتزا كبيره، كل واحد كيفاش يحب. انا اخترت بون للزين، عملت شويه بصل سوتي، فرماج، طماطم سوريز كبار وعظم، اللي كل واحد كيفاش يحب. واضح، يعني كل واحد ندلوه باختيارات. العصيده نتاعنا طابت، سخنا شويه صوص مع عند زقولي، بون هي ريحتها ياسر بنينه والفيرميتور نتاعها ياسر سهله، وهك تشم في الريحه. والله يعطيك الصحة. وراني من غادي؟ أنا هوني عندي نوازيت. شكون زوز تاجنو فرد وقت معناتها. عندنا نوازيت وعندنا سبيك، اخترت باش نعمل شيرة بالنوازيت، ناخذ نوازيت نحمرها وحدي ونكونكاسيها، نحط النوازيت مع العجينة ونعجن. وتاج. وهوني كيف كيف مع زبيب، نفخت الزبيب نتاعي ما خليتوش شيح. ونعجن. وتاج. اوكي، كملوا عجنوا ونرجعوا لكم من بعد حتى لين تحضر. داكا. الماكلة العجينة يا فادي. كيفاش؟ اليوم نهار العجينة. والله اليوم نهار العجينة. خلاص ماما جاية حاجة شوية. المهم حاجة بنينة وحاجة خفيفة بالطبيعة وتكون صحية كما عودتونا وسانسنا بكم، يعطيك الصحة رحاب ورانيا. مشاهدينا دونك وصلنا تو كما قلنا الفقرة اللي باش نحكيو فيها على المنتوجات اللي أنتم بالطبيعة استحسنتوهم واللي برشا ناس جربوهم، فكل مرة نحبوا نودوكم بمنتوجات جديدة، وكل مرة ناخذوا منتوج معين نحكيو عليه ونشوفوا شنو هو الفايدة منه بالطبيعة، على خاطر صحتكم هي راس مالنا وتهمنا أكيد. فكيما قلت لكم بداية الحصة اليوم باش نحكيو مع مدام منيا غزيل صاحبة شركة بيموج الطبيعي. مرحبا بك مدام منيا. يعيشك وبكم أكثر، يعيشك، مرحبا. عايشك. دونك بيموك تو قاعده تدور. اي الحمد لله. في برشا بلايص مزيانين، وين موجودين تو؟ موجودين في معرض العروسه في سوسه. من لو 18 حتى لو 28. موجودين في اللوكال بتاعنا في المنزه 5. في ناش 3 ناش خلفاء الراشدين. وموجودين ان شاء الله لو 2 فيفريي باش نكونوا متواجدين في معرض العروسه في صفاقس. في صفاقس، دونك في الوقت الحالي موجودين في معرض العروسة في سوسة. نعاودها، موجودين في معرض العروسة في سوسة. المرة الثالثة باش نعاودها، في معرض العروسة في سوسة. باهي، فما حاجة أخرى زاد.
فما شكون باش يربح كادو اليوم؟ ثم كادو. وفما سؤال باش تسال ملي باش نحكيوه اليوم في فقره. ملي باش نحكيو احنا. ونعاود نذكروا انت موجوده في معرض العروسه في سوسه. دونك اللي حاب يربح معنا كادو بالطبيعه يطلبنا على رقم 56 644 011 باش نساله سؤال تقال في وسط كلامنا بالطبيعه. واللي جاوب على السؤال هذا بالطبيعه باش يربح كادو من اهداء شركه بيموك الطبيعي. شنو هو الكادو اللي باش يربحوه اليوم؟ باش يربحوا ليه هذايا اللي ليفتون هذايا اللي هو يعمل شد للوجه. وعلى فكره راهو في معرض العروسه عاملين فيه بروموسيون طياره على الاخر. فيه البودغ دوغ، فيه الكولاجين، فيه البودغ دو ديامون، فيه دي بلان سر المهنه اللي هما يعملوا نظاره كبيره للوجه ويعيدوا شباب البشره ويشد الوجه. معناها هذايا يتعمل الي اكسيلون. هو احنا عندنا بليزيوغ غام تاع لي غيت. ثم عندنا الحلزون اللي هو مسجل في لي نور بي من 2009 اللي هو هاك الاسكارغو. كيف زاد يعمل افي ليفتا. هذا الواحد يعبي الوجه. عندنا لو سيروم اللي يعبي الوجه. ثم اللي ينحي الغزاسي، ثم اللي يهز الحاجب. احنا والحريفه شنو اللي تستحق باش نعطيوها؟ ثم اللي نعطيوها زوز، ثم اللي نعطيوها ثلاثه، ثم اللي نعطيوها معاه زاد في النهار اللي هو معمول بال منه واقي شمسي، منه ايدغاتون، منه يشد الوجه ويتعمل مره بركه في النهار. معناها ما يتعملش كلي كل ساعتين تعاود تغسل. دونك احنا والحريفه والفيو نتاع لي غيد وين واصلين قولوا لها على قداش يلزمها وقت وقداش معناها كي نجربوا لها بالوقت عندها معناها افي اكسترا اوردينير في وجهها. هو على فكره نحب نشكر مدام البارح اللي هي عايشه في السعوديه وجات لتونس ومشيت للطبيب نتاع التجميل وتستعمل في المنتوج نتاعنا. فريمون كلمنا وقلنا فريمون يعطيكم الصحه على المنتوج. شنو المنتوج استعملته؟ الاسكارغو، خذيت الاسكارغو، خذيت السيروم، خذيت الافوكا. معناها ما نعرفش الافوكا ولا خاطر الافوكا ولا عندنا اللي معمول بالصبار كله. فيه البودغ دو فيه الكولاجين، فيه البودغ دو ديامون، والاسكارغو فيه كيف البودغ دو ديامون، فيه الكافيار، كولاجين، بودغ دو. معناها ثم ديزاستيوس اللي هما لمس تاع مونيغ زايل سر المهنه اللي ما نعرفش. هذه لومبرانت نتاع البيموك بالطبيعه. خاطر انا نسمع في لي كومبوزون حاجات حق نسمعهم في اليود جام في الحاجات الكبيره وديما حتى نحكي بصراحه برشا ناس كان عندهم مشكله مثلا في امور جلديه ولا في صحتهم تولي يدخل الانترنت يقول لك وصفات طبيعيه فيلقى التسميات هذا فما بالك انت وفرت له الوصفات الطبيعيه وكل موجودين الوصفات. وهو على فكره راه من اغلى ماركات العالم اللي ثم توصل كريمه تلقى الباكو هكا كبر والحبكه هكا كبرها تخلص عليها معناها توصل بمليون و500 ومليون و200 معناها ثم وحايد ب 500 ثم ب 700 والله إيه معناها مع كل احتراماتي معناها الواحد عندنا منتوج تونسي والحمد لله يكيد. اللي ماخذ وواصل وصل للصحه في دبي وصل للمعرض الفلاحي البيولوجي في فرنسا وصل اللي العباد تخلصوا الحمد لله يا ربي بالاعشاب من البرص من الصدفيه من ثعلبه من اللي تشبغون من هالات السوداء معناها الحمد لله. توا اللي ضجه زاده كبيره برشا على اوجاعه المفاصل اللي زفنا زاده للمنتوج اللي هو الخردل اللي معروف بالليفيرتيو نتاعو. ضفنا المور احنا كله فيه المورينجا زاده خاطر المورينجا غنيه بالفيتامين معناها الحمد لله اللي كل مره نعطيه حاجه نقدمه في المنتوج بوغ اكسيليغي خاطر ثم عباد تجيك معناها برد عنده قديم ونقولوا احنا برد قديم ويتحرك بالسيف وكل معناها ثم اللي معناها مش يتفرد في ثلاثة أربع أيام كما اللي برشا اللي يتكلموا قالوا وثم اللي في شهر ثم اللي في 15 يوم ثم اللي خذاه وعاود جاي يجري تلمو تفرهد فهمت. دونك كل واحد وشنيا وكل واحد شنو نزيدو نعطيو شنو الاحتياجات نتاعو بالضبط. مدام موني انت كنت وعدت وقلت فما كادو اليوم باش نهديوه. خلينا نبداو من تو نستقبلوا تليفوناتنا. خلينا نقولوا الو مرحبا. الو عسلامه. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا بك نتعرفوا عليك لاله. عايشك. ياسمين ابو عبد الله من عقير من صفاقس. من صفاقس مرحبا بك ياسمين وكل اهالينا في صفاقس.
دونك بتبيع انت وفيه لبرنامجنا هذا وفيه اللي حسيته قال لي راجلي باش تهبلك هالزيتونه حاجه تفرحنا يا ياسمين والله كل يوم ونعاود لي عاده من قدوه ما شاء الله والله حاجه تفرحنا ياسر وتحية لأهالينا في صفاقس. دونك ياسمين كما قلنا وأعلن أنه عندنا كادو من عند شركة بيموغ الطبيعي دونك هذا من إهداء مدام منية غزائل. فما سؤال باش نسأله لك إذا كان جاوب على السؤال بصحيح أنا نقول لك مبروك الكادو. حاضرة ولا؟ حاضرة. باهي وين موجود تو وين قاعد يدور تو منتوج بيموغ الطبيعي؟ فينه معرض هكا حددت لك بالضبط فينه معرض قاعد يدور؟ معرض العروسة بسوسة. زعما؟ اي برافو صح خلينا نعملوا له شويه ستريس لا خليها كي تطلع الاجابه غلطه تو لا نعطيها كادو لا اكيد صحيحه ما نتفكر اني نتبع خاطرك متبع وخاطرك باهي مادام واثقه من الاجابه نتاعك ومادام سبقتني مدام وني قالت لك مبروك فمبروك عليك يا ياسمين كادو من اهداء بيموغ الطبيعي صح عليك دونك خلي لك وقت جست باش نقول لها ياسمين اللي تنجم تستلم الكادو نتاعها راهو نهار اثنين فيفريي احنا مش نكونوا في معرض العروسه في صفاقس نجم تجي تاخذوا من غادي باش ما تبعدش عليها معناها عندها باش نقول لك باش نجيك غادي ان شاء الله مرحبا بك ما شاء الله تشرفنا بالطبيعه مرحبا بك ياسمين انا خلي لك وقت فيسا مادامك وفيه برنامجنا يلا على شكون تحب تسلم الناس اللي يتفرجوا فيك تو اصحابك واحبابك على شكون تحب تسلم؟ نحب المسيو عادل اللي قال لك زيت مدام مونيا راني نحبها برشا عايشك وعلى خمسه على خمسه بنتها قديش تحفونا وقديش بي وقديش عايشك عجبتني برشا ما شاء الله وبالله سلمولي على مدام عفيفه نحبها برشا حتى هي يوصل ان شاء الله اكيد وعلى الشيف ايوب يعطيك الصحة ياسمين وصل سلامك نحن كيف كيف نسلموا عليك برشا مبروك عليك مرة أخرى كادو من أهداء شركة بيموغ الطبيعي دونك الكادو تهنين عليه ومبروك عليهم اللي ربحوا بتبيع معنا الكادوات الكل قلت لي هذا الكادو اللي بيشتربحوا ياسمين شنو فيه بالضبط؟ فيه البودغ دور فيه البودغ دو بيرل فيه الكولاجين فيه البودغ دو ديامان يعمل شد وهي راهو على فكره هي ربحت هذيك ما كي تجي وتستحق الوجهه حاجه اخرى راهو نجموا نغيروا لها مش نغير نجم نضيف لها مش مشكل نجموا نضيفوا اما حاجه بركه اللي ربحوا لي كادو راهو كيف يفوت شهر الكادو نتاعو راهو ما عادش فهمتك معناتها فما دوري باش يستلم فوالا يقعد اربع شهور احنا شو ثم فورماليتي ثم كونتابيليتي ثم حاجات معناها بعد اربع شهور تقول لك انا مش نجي ناخذ الكادو راهو عندها شهر في يدها تفوت شهر راهو لو كادو اني بلو فالاب الامور هذه اكيد واضحه ولازمه دونك حاجه اخرى لو تريتمون نتاع الشيب اللي هو يستعمل راهو مده ثمانيه شهور وثم يوصل حتى للعام هذه في الاستعمال احنا عندنا مدام ان شاء الله المره الجايه ناخذ التيمونياج نتاعها اللي جاتنا شعرها ابيض كومبليتمون وتوا ولا شعرها فيه 70% رجع لونه الطبيعي عندها عام معناها لو تريتمون راهو كيفاش هو مجدد خلايا سي تان ريجينيراتور كابيلير معناها الشعر البيضة ترجع لونها الطبيعي لو تريتمون اللي مش تاخذه معناها ثم سبراي وثم ليكستري دي بلانت معناها من الاول وثم بعد دي بلانت يومونيتير اللي هما قويو المناعه دونك الشعر البيضة ترجع لونها الطبيعي اما لو تريتمون راهو يقعد عام احنا نقول لهم من الاول مش يعرفوا ثم عباد ما كملوش نتاع المناعه في ستة اشهر ورجع اشعارهم معناها طبيعي نجموا يدخلوا على الباج نتاعنا اللي هي بيموغ الطبيعي الباج نتاعنا دونك هكا محطوطه في الباكو ونشوفوا التيمونياج نتاع العباد اللي تنحلوا اللي سهروا واللي رجع شعره واللي ضعاف واللي الحمد لله معناها ينجموا يشوفوهم هما واحد جد. على ذكر التيمونياج انا ماذا بيك ناخذوا تيمونياج بخلاف تونس خلينا نمشيو حتى البلدان العربيه معنا سي سعيد من مصر مرحبا بك سي سعيد الله يحييك اهلا وسهلا الله يخليك شكرا لك الحال الحمد لله سي سعيد من مصر ولا منين نسلم عليك والله وسنه سعيده على الشعب التونسي الله يعطيك العافيه انا كنت في انا من مصر وجيت تونس قبل شهرين سامحني عاود لي سي سعيد باش نسمعك انا سعيد ايوه سعيد عباس من مصر مرحبا اي جيت تونس زياره قبل شهرين اشتريت منتجات كثير كويسه من معرض الكرم اي
فحبينا نستر مدام منيا خاصه بتساقط الشعر والشيب، فمن شهرين بستخدمها جايبه معانا نتائج كويسه يعني. حلو ياس. الحمد لله. ما شاء الله. دونك سي سعيد انت شنو هو المنتوج اللي استعملته؟ اشكر المدام وحي الشعب التونسي على الحاجات الكويسه دي والمنتجات الجميله دي. الله يسلمك. وحابب اسال لو الواحد يحب ياخذ منها ثاني فين يلاقيها؟ في مثلا ممكن ترسلوا له او في لكم وكيل في مصر او كده. اي علاش ليه؟ لان جايبه معايا نتائج، انا استخدمت كتير حاجات منتجات اجنبيه بس ما حصلتش نتيجه زي كده خالص يعني. الحمد لله، معناها بالمنتوج التونسي تحصلت على نتيجه. علاش ليه؟ المره اللي فاتت جاتنا بروبوزيسيون معناها نتاع حجم الجمعه اللي فاتت اللي استعمل نتاع الدوالي نتاع الفاغيس ونتاع وجيعة المفاصل اللي معناها تخلص منهم، وكلمنا على فكره ويحب ياخذ المنتوج كم هو عنده في الصالون، ويحب زاد لتفتيح البشره والماسكوات والكل الوقت. توا ان شاء الله نكونوا على اتفاق، ينجم يبعث لنا على ايميل ومرحبا به في كل وقت. سي سعيد يعطيك الصحة وسلمنا على أهالينا في مصر، نسلم عليك برشا برشا، تحية ليك، شكرا ليك. مدام منيا دونك احنا نرجعوا لتساقط الشعر. تساقط الشعر اللي احنا راهو عندنا كل يوم تطيح 105 شعرات. ما شاء الله. ما كل يوم هذوما نسويهم. حتى حد كل يوم. وكيف يطيحوا ال 105 شعرات يخلفوا عليهم شعر آخر. معناها مش معناها هذوك نتاعو راهو بعد يخلف الشعر. احنا عملنا الاكسترا روبوس هذايا اللي هو فيه لختي وفيه 33 عشبه ومعاه لوسيون نتاعو، طريقه الاستعمال نتاعو معناها يستعمل على ديما لسوان باقي نقول على شعر نظيف يستعمل في جلده الراس ما يستعملش في الجذور، معناها يستعمل كان في جلده الراس يبات به ولا خليه ساعتين من غدوه يغسل ويعمل سبراي على الغسيل. هذه التريتمون نتاع 45 يوم شهر الاولاني، معناها احنا وليتا نتاع الحاله نتاع الشعر وين متواصله الشوت. للرجال الشعر ديما يخلف مقدام. اي. والنساء يخلف من هوني. دونك الرجال ديما شعرهم يوخر هكا يمشي معناها ديجاجي، والنساء معناها ديما يطيح من هوني. حاب اقول لهم راهي الفلاره ما تطيحش الشعر. صح. اللي يطيح الشعر طريقه مشطان شعر. معناها انت كيف تلم شعرك هكا وتحطه بلاستيك تكبس عليه وبعد تحط الفولاره سي اوتوماتيكمون شعرك باش يصير تتقلع من الجذور نتاعها وقتها هي تطيح. وقتها تطيح صح. تجي انت باش تحط الفولاره يلزم تمشط شعرك تفرقه وتشد وتهبطه هكا وتحط الشوشو واللي يشدوا به وبعد تنجم تعمل الفولاره نتاعها. دونك طريقه المشطان نتاع الشعر وطريقه الغسلان حتى كي تغسل شعرك احنا اش يصير؟ يغسلوا شعرهم اش يصير؟ الجذور كلهم البويستات معناها يقفوا ديريكت تاخذ المنشفه بعد لطوفه وتعمل هكا تحطها على البشكير، بشكير على الشعر اش يصير؟ الكل يتقص. دونك انت البرا كيف بون انا عملت دي فورماسيون في الصين وفي لبنان وفي ايطاليا وفي فرنسا. كي يبدا ينشف الشعر ما يبداش يحط المنشفه طول. دونك تبدا ماذا بيك تحط المنشفه هكا وتبدا طالعه بشويه بشويه، ما انت خلطت للغسيل ما لغسيل لك الكل هداه وشدوا بلاصتهم وقتها الشعر ما يتكسرش. علاش لي زيترونجيغ ما عندهاش مشكله نتاع تكسير الشعر؟ تلقى شعرهم خفيف اوكي، اما احنا عندنا في تونس الشعر تلقاه يا واقف ولا مكسر والا الكل على خاطر راهو طريقه الغسلان وطريقه المعامله مع الشعر ماذا بهم يكونوا يعملوها تكون ارفق وتكون ارفق وبلوس سوبل راهي اسمها شعره معناها يلزم تحافظ عليها وترد يردوا بالهم عليها. اكيد جدا. مدام منيا باش ناخذوا تيمونياج اخر من عند مدام سلوى اللي استعملت زي كيف منتوجات بيموغ طبيعي. مرحبا بك مدام سلوى. هلو عسلامة. شنو أحوالك؟ عايش الحمد لله. الحمد لله. دونك مدام سلوى تابع فينا من العروس هكا ولا؟ نتابع فيكم وفريمون برنامج ما عادش نسلم فيه بالكل، سيرتو معاكم مدام منيا. ربي يعزك. مرحبا. دونك مدام سلوى أنت شنو هو المنتوج اللي استعملته مع بيموك؟ نتابع فيكم إي. إي. المنتوج اللي استعملته من بيموك. عايشك. أنا خذيت الكريم الكريم انتي دولور والكريم دي فاريس فريمون سون دي برودوي تري افيكاس. صدقني مدام منيا مشيت للطب وصرفت وتصورت وشربت حرامش وما ساعدونيش
بعدين الدواء اللي خديته مع المدام مونيا. ما شاء الله. انت شنو هو الليفي نتاعهم معناتها هذوما البرودويات مدام سلوى؟ ندهن تولي ما عادش نحس حتى وجاعة. وجاعة؟ شنو معناتها في المفاصل في الميوسكل كيفاش؟ نعم. الوجاعة معناها نوع بالضبط معناتها؟ يعني سامحني في ضربة وإلا في المفاصل في الميوسكل كيفاش؟ في المفاصل. في المفاصل واضح. دونك المفاصل نتاع الفاغيس نتاع العروق. نتاع العروق زاد كيف كيف. خاطر احنا المرهم نتاع الفاغيس نعطيوه ونقول وصلت ما نجمش نطلع في الكهرباء، وصلت ما نجمش نقعد على الكرسي، وصلت ما نجمش نقعد في أي بلاصة. واضح. دونك البرودوي هذا هو اللي يعاونك. شنو هو اسم البرودوي اللي استعملته؟ لونتي فاغيس نتاع الكريمه اللي هي احنا مسمينها كريم دو تروش اللي هي فيها بلوزيغ بلان. انتين نعم هذايا؟ اي اي سامحني هذا نتاع الفاغيس تو عملنا لهم وعملنا معناها كل واحد معناها اللي عنده برشا حطينا لهم كل واحد شنو اللي يستحق كبير وصغير وكل. دونك هذا الشيء عمل يتدهن في قاع الساق ما يتدهنش في بلاصه اخرى. خاطر احنا عندنا العروق في الكل موجودين في القاع تاع الساق، هذا الشيء عمل يخدم السيركيلاسيون دو سون، وبعد اللي كان اللي عندها معناها انفاخ والتنمين والوجاعه يتنحاو بالوقت، معناها يسفي تدهن وتهز ساقيها بزوز مخادد تحط راسها معناها حتى على السيركيلاسيون تاع الدم باش ترجع السيركيلاسيون تعاود تدور، هذا يخدم السيركيلاسيون نتاع الوا سبحانك يا ربي معناها صدقني تتنحى الوجاعه كومبليتمون راه وثم ينجموا يستعملوه حتى كان ثم وجاعه في الظهر ولا في الاكتاف نتاع لاغتخوز اللي هو هذا معناها يدهنوا به ويلفوا بالبابي الومنيوم. على فكره ثم مواطنه طلبت قالت البابي الومنيوم يعمل كانسير وعافانا وعافاكم الله وما نعرف شنو. قلنا لها هي ماهيش باش تاكل باش باش تلف به ساقيها خاطر سي مانياتيزم يجبد التسممات عافانا وعافاكم الله من تحت الواحد دونك يفرهد على الاخر. مهم دونك مهم دونك هذه 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 اللي جربته مدام سلوى. فانا نسلم برشا فانا نسلم برشا عليك مدام سلوى بن عروس ويعطيك الصحه على التدخل نتاعك. دونك تو معناتها لوتيليزاسيون نتاعهم تقريبا سهله بسيطه ولي كومبوزون سهلين. انا عندي سؤال ممكن مش نختم بها معاك اليوم مدام مونيا، حاب نسالك تو منتوجات هذه تبارك الله معناتها تو كنسمع وانا كمتفرج كنسمع نلقى في معناتها نسمع في التيمونياج نتاع الناس وكل، انت كصاحبه شركه كصاحبه مشروع بطبيعه كعندك المنتوجات هذه عندك ديما لي زيتود نتاعك وعندك الاحصائيات وتقريبا استيماسيون لاقبال الناس، كيفاش تنجم تقيم تو في النهار هذاك كيفاش نجم تقيم اقبال الناس وثقه الناس في منتوج بماك الطبيعي؟ والله انا اللي نقيمه ساعه نحب نشكرهم برشا العباد اللي حتى راهو حتى ما تاخذش تهز تليفون وتقول لك محليك وانا نقعد نتفرج في التلفزه على خاطرك. شو محليهم بالمجد من اول الخريطه لاخر الخريطه ما شاء الله بالمجد يعطيهم الصحه جماعه من بنزرت لبن قردين كما نقولوا الجنوب جربه قابس قفصه قصرين سيدي بوزيد تونس الساحل صفاقس منين كلمتنا توا الاخت من المساعدين الساحلين راهم كلهم فريمون ناس طيبين قداش محليهم قداش هم يهبلوا التوانسه كيف كيف بيان سور باش ما ننساش اللي معناها زاده كيف كيف التوانسه يجيو فرحانين ويعطيوك الثقه وياخذوا وبالمجد محليهم البارح جاني راجل كبير خرج متغشش لما حاله هو جاي من القصرين وجاي بسيكان والكل قال لي انا جيت من القصرين يتفضل قال لي عندي البلغم وعندي معناها حاجات اللي متقلق في صدره متقلق قلت له يا حاج راه وانا ما عنديش هذا نجم تغلي قشور الرمان جاي قعد وقال لي مالي انايا عليه جاي نحب نحييه برشا ونقول له بالمجد راهو ثم حالات يلزم يمشي فيهم للطبيب اكيد واحنا كي نقولوا راهو معناها حاجات اللي انا ما نمسهمش نقول امشي للطبيب راهو في مصلحتكم أكيد. ومش معناها انا ما نحبش نعطي ولا مخبيت ولا ما نعطيش راهو كي يلزم استشاره الطبيب ولا تمشي للطبيب راهي هي اهم حاجه اكيد دونك احنا الحمد لله اللي المنتوج اكسسوار نتاع لي بلانت وزاد لي بلانت راهو ثم عبيد ثم القليل من عبيد بوغ اتر معناها فرانش القليل من الناس اللي يصير لهم بلوكاج معناها ما يضعفوش فاسيلمون والموضوع هذا حكيت فيه خنسه مع عفيفه هما راهو خنسه بنتي قداش ضعفت راهو يلزم تشرب اترتين ماء معاك في النهار مع المنتوج
تنقص من الخبز في الليل، تنقص من السكرغي، مش وقتها يعطيك يعطيك الريزلتا. وهو بقدرة ربي معناها برش عبيد اللي كما شكون نحى 20 كيلو معناها اللي نحي هو الغريس والغيتونسيون دو اكاهو. دونك الحمد لله اللي المنتوج ان شاء الله يا ربي في بالمجد نقول في تألق ولا ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي يبقى علينا ستر. امين يا ربي، ان شاء الله يا ربي يبقى ستر كيما قلت تونس الكل وعلى تونس خاصه. أكيد. ان شاء الله ربي يحفظ تونس. يعطيك صحه مدام جوز، باش نفكر بالتليفون اللي مراه قالت لي ما نعطيه بشويه التليفون. دونك 22 341 341، والا 24 355 031، ولا 98 200 023. احنا موجودين اللوكال نتاعنا في المنزه الخامس، راهو فارماسي يدوروا معها على اليمين النهج الاول، على اليسار للنهج الثاني، ثم البانو نتاعنا مكتوب عليه كاركوين بموقع طبيعي، يدخلوا يلقاو البانو الثاني، يدوروا على اليسار يلقاونا. مرحبا بالناس الكل، وانا زاد راني نحبكم برشا وبلاش بكم راهو احنا حتى شيء، وبالمجد معناها هذا يلزم نقولوه. وانا فرحانه، يسعدني برشا اللي لعبت فرحانين. ونحب نقول لبنتي ميرسي كاركوين بور لي زانغل، ميرسي خنسه، ميرسي لي اسيستانت اللي عندي ريم رجاء غفران، معناها نحب نقول لهم يعطيكم الصحه. وفوالا احنا نخدموا اون فامي ما شاء الله، كاهنه سانز اوبليي اللي هي بنتي في سوسه، يعطيهم الصحه الناس الكل، وان شاء الله ربي يوفقنا. امين يا رب. يعطيك الصحه مدام منير غزال صاحبه شركه بي موغ الطبيعي. نحن تو باش نمشيو نعملوا طله في سافي ساعه للشيف رحاب، وراني نشوف وين وصلوا، ونرجع لكم بعد الفاصل. ايش قولكم؟ ترجعنا بعد الفاصل، بعد الفاصل بريس كملتم. باهي يا جماعه، ما تبعدوش بعيد، باش نحكيو من بعد على مهرجان المشطيه بجبنيانه. فاصل قصير ونرجعوا، ما تبعدوش. كل من التحق بنا مرحبا، رجعنا لكم اكيد في المتابعات. وكما قلنا في المتابعات باش نحكيوا على مهرجان المشطيه بجبنيانه، باش ناخذوا اكثر تفاصيل على المهرجان هذا وفي دورته الثانيه مع الاستاذ خليفه حسونه المكلف بالاعلام لمهرجان المشطيه بجبنيانه. مرحبا بك استاذ. وبيك فادي، يعطيكم الصحه على هذه الدعوه والمساهمة في التعريف أولا بمهرجان المشطية قبل بدايته. إن شاء الله بالطبع تكونوا من ضمن ضيوفنا لتغطية المهرجان إن شاء الله. أوكي. نحن على ذاك اليوم نحبوا ناخذوا أكثر تفاصيل على المهرجان هذا، وتساعد كيف نتعرفوا على المشطية، شنو هي المشطية. لكن أستاذ أنت مدامك بحذانا اليوم، خليني زيدا نعرفك على الكوجينة وعلى شعنا اليوم في المنيو. رحاب وراني شعملنا طبعا شفتية جبنانية والله اليوم لا شعملوه في المهرجان. في المهرجان ان شاء الله. حلو ياسر. دونك رحاب، شنو عندنا غادي؟ دونك لي ميني بيتزا حضروا، وخذينا نفس الباتا نتاعنا، ما جوست حطينا فيها برشا دي ليغو، ونحينا الفرماج هكا شويه بات ومع صوص، وشويه طماط سيشي، شويه فلفل برعبيد، بصل كبار، كل واحد يحكي كيفاش يحب يزين. وحاطين عظمه من الفوق نعوضوا بها البروتيين. اما فما كعبه بيتزا صغيره ناقصه، سرقت ريتش الدوره انت، نقصت الله اعلم شكون ناقصه. دونك وراني انا سابلي نتاعي في الفور يكمل ياخذ ورا نعيط بلا عيط. هكا شفت العصيده صاييه كمان في صافي صحه عشي دغابي هذا ما في خير الحسن ان عادوا نعملوا ريكاب العصيده كيفاش حضرتوها وكل شيء الانغريديان وكل شيء ونعاودوا من جديد. حلو ياسر، مالا خلينا نركزوا، مالا تركزوا معانا زيد على المشطيه، خاطر انا الكلمه هذه انا نعرفها حاجه تبع تراثنا التونسي، نوع ما لبسه تونسيه تتزين بها المراه التونسيه، لكن نحب نعرف شنو هي المشطيه بالحق. معناتها نحن قلنا مهرجان المشطيه بالبنيانه، اكيد برشا متابعين طبعا من غير جبنيانه، اكيد جبنيانيه الكل يعرف المشطيه. اليوم فرصه باش نعرفوا بالمشطيه. المشطيه هي منسوج يدوي بالطبع السديه، وتتعمل المشطيه. المشطيه هي لباس بالطبع، هذا يعرفوه جبنيانيه، تتغطى به العروسه. علاش كلمه مشطيه؟ خاطر قبل العروسه معناها يمشطوا لها شعرها تحت المشطيه، تتغطى بالمشطيه. المشطيه زاده كانت العروسة خلال أيام الحنة في العرس يغطيوها بالمشطية، ومن بعد وقت صار المشطية يزينوا بها معناها وراء العروسة. بالطبع في فترة من بعد زاد برشا جبنيانية ولو يزينوا ديارهم
بالمشطية بما ان هي كنسيج او منسوج خلينا نقوله مزيان برشا بالرقمات اللي فيه بالرموز اللي فيه دونك هي كساء خلينا نقوله او غطاء للمرأة يعني وبالطبع كنقولوا مشطية ثم علاقة حميمية مع المرأة خاصة في جبنيانة بما ان المشطية اولا تزهز بها للعرس نحن نقوله لازم كل عروسة يكون عندها مشطية معها بالطبع تتغطى بها العروسة وتقعد هات العلاقة الحميمية حتى كي تتوفى المرأة تتغطى بالمشطية وكذا ثم علاقة يعني فما رابط كبير يعني. ياسر ما بين المرأة خاصة نحكيو سبيسيالمون في جبنيانة وما بين المشطية هذا اللي تتزين به أكيد أكيد, أكيد. لأنتم اخترتوا باش تعملوا مهرجان كامل المشطية نحن بالطبع فرصة هنا باش نشكروا الجمعية النسائية المحافظة على الأسرة بجبنيانة ونشكروا دار الثقافة بجبنيانة اللي بادروا وعملوا المهرجان في نسخته الأولى بتاريخ 20-21 ماي 2017 كانت مبادرة جيدة وكان تأسيس لهذا المهرجان بتعرف أنت البدايات الصعيبة اليوم نحن نعيش الدورة الثانية إن شاء الله من 2-4 فيفري 2018 باش يكون في مقام سيدي أبي إسحاق الجبنياني بالطبع برشا ناس يتسألوا علاش مهرجان المشطية افكتيفمون شنو الوقت شو هذا بالذات يعني نحن اخترنا فيفري اخترنا العطلة المدرسية من 2-4 فيفري بالطبع فرصة لتنشيط أولا المشهد الثقافي بمدينة جبنيانة فرصة زادة لبعث الأمل والفرحة كي نقولوا مهرجان يعني ثم فرحة وثم لمة وهنا فرصة ودعوة خاصة للجبنيانية في العاصمة تونس زيارة جبنيانة خاطر مش يكون ثم برنامج ثري في المهرجان بالطبع علاش مهرجان زادة خاطر المشطية ميزة من ميزات جبنيانة نقولوا مشطية نلقاوها كان في جبنيانة صح هذا أولا ثانيا المشطية تعتبر يعني مكسب تعتبر يعني موروث ثقافي تعتبر يعني تراث مادي ولا مادي في نفس الوقت بالتالي فرصة لل معناها بعثنا المهرجان هذا اولا للمحافظه على هذا الموروث بالطبع هذا الهدف الاول ثانيا لتشجيع الحرفيات معناها نساء النساجات في جبنيانه بالطبع النساجات اليوم يعيشوا تحديات يعيشوا صعوبات بالتالي هدف المهرجان هو اولا يكون فرصه خلق فرصه للترويج وللبيوع صح داكوردو ثانيا بالطبع فرصة للتعريف بالمشطية وغيرها وكذا وتاريخيتها ثالثا بالطبع فرصة بالطبع مش يكون عندنا ورشات البرنامج ورشات تفكير أولا متعلقة بالتمويل ثانيا ثم ورشة متعلقة بالترويج وهذا مهم كما تعرف المال وقوام الأعمال كل ما باعت النساجة كل ما طورت أفضل صح. كل ما خدمت أكثر وأحسن يعني وثم ورشة ثالثة مهمة جدا هي ورشة الابتكار والإبداع حلو الاسم هذا الاسم تحسه مغري تحسه وراه برشا حاجات مزيانه شنو ولا هذا باش نعملوا ورشه للابتكار والابداع وهنا دعوه بالطبع للجامعات كل الجامعات اللي فيها البوزار للطلبه للباحثين لكل من يستطيع ان يساهم معنا لاثراء هذه الورشه باش ناخذوا المشطيه في وضعيتها او استعمالها التقليدي ونحاولوا نستثمرها ونستثمر جمالها نستثمر يعني قيمتها التاريخيه بالطبع للاتيان بجديد في متعلق بالاستعمالات وديجا ثم مبادرات تو في جبنيانه بالطبع لاستثمار المشطيه كلباس معناها لباس عصري ما يسمى بالكاب استثمار المشطيه في بالطبع غلافات في مخادد في دي بتي ساندلي في بالطبع في حاجات متاع استعمالات يوميه هذه الفكره من الابتكار باش ما تقعدش المشطيه معناها السعر الغالي لا بالمشطيه نخرجوا اشياء عمليه نتاع كل يوم صح. تدخل للزينة لغيره وتكون باسعار مقبوله وتاخذ كهدايا وكذا يعني صح وفرصه انها زاد كيف تخرج فقط من منطقه جبنيانة الناس الكل انا واحد من الناس مثلا المشطيه الا ما تعرفت عليها معناتها ما كنتش نعرفها من الاول الا ما تعرفت عليها ونصور برشا ناس فهذه فرصه ان شاء الله باش يكون باش يتعرفوا على المشطيه ويعرفوا جبنيانة فهم برشا ناس ما يعرفوش جبنيانة دونك يزوروا جبنيانة هنا خلينا نشوفوا من وقتاش لوقتاش المهرجان هذا بالنسبه للمهرجان مش يكون من 2 فيفري من الجمعه 2 فيفري الى الاحد 4 فيفري 2018 بنهايه العطله عطله الاسبوع تاع فيفري دونك في مقام الولي الصالح سيدي ابي اسحاق الجبنياني وهنا فما ربط يعني بالتراث وبالثقافه كذا طبعا قريب من سيدي ابي اسحاق الجبنياني ثم مقام ست نفيسه وهنا الروايات الشعبيه تقول ان ست نفيسه هي اول من جابت هذه الصنعه واول من جابت المشطيه للجبنيانه وعلمت الجبنيانيه
وحتى الوقت قريب جدا برشا نساء يعتقدنا اللي البنت لما توصل 12 سنه لازم ناخذوها لست نفيسه باش تعطيها يعني كوم كوا اللوكي باش نجم تخدم الصنعه ذيك. حلو عجبتني تعطيها اللوكي لازم تعطيها اللوكي. دونك هذه المعتقدات وهذه العادات. عجبتني بالطبع الحكايه هذه خاطر بالرسمي هو كي تشوف المشطيه انت ترى حاجه بالحق صعيبه برشا باش تعملها، بالتالي كان المعتقد يلزم ثم ولي صالح او هذه الوليه باش تنجم تعطي الاذن يعني خلينا نقولوا لتلك البنت في سن 12 سنه وتقول والله هذه تنفع او لا تنفع يعني. مهم ياسر. دونك من سنين الاربعه فيفري 2018 بمقام الولي صالح ابي اسحاق جبنياني، شنو البرنامج باش يكون بالضبط؟ البرنامج بالنسبه ليوم الاول يوم الجمعه باش يكون مخصص بالطبع، فما الافتتاح التاسعه صباحا، ثم بالطبع افتتاح المعرض وزياره المعرض بالطبع والحديث والاستماع للنساجات خلينا نقولوا والاستمتاع بمنتوجاتهم والاستمتاع بالمشطيه بالطبع. بعدين خلال اليوم باش يكون عندنا ثلاثه ورشات. الورشه الاولى هي باش تكون للتمويل، كيفاش نجموا نمولوا ونساعدوا النساء في التمويل وكذا، تعرف انت مواد اوليه مهم وغيره. مهم ياسر. ثانيا باش يكون ثم ورشه للترويج، كيف يمكن ترويج هذه المشطيه بالطبع وبيعها بالاساليب التقليديه اولا والاساليب العصريه، تعرف اليوم الناس تبيع سير انترنت صح. وفرصه زاده نحن المشتري نجموا نسوقوها حتى للخارج وتكون فرصه لادخال ديفيز للتورس. اكيد ثم ورشه بعد الظهر كما قلنا الابداع والابتكار، وهنا مش نشاركوا مختصين وكذا، كما قلنا باش المشتريه بالاستعمالها التقليدي نحاولوا نخلقوا اشياء اخرى للاستعمالات يوميه ولباس وغيره يعني لتسهيل ترويجها يعني. مهم. وتقريبا الورشات تصبوا في بعضها، خاطر نقولوا ابداع اليوم نحبوا نزيد نبدعوا في مساله الترويج باش نخلقوا اليات جديده. ولازم على الاخر على خاطر انت هنا كي باش تروج ماكش تروج فقط المشطيه فقط ولا جبنينه فقط، راك تروج معناتها الحاجه التونسيه وتروج لتونس اون جينيرال، دونك مسؤوليه كبيره ياسر وخطوه مهمه ياسر وبطبيعه تستحسن الخطوه هذه. دونك هذا باش يكون في اليوم الاول. هذا في اليوم الثاني. اليوم الثاني السبت 3 فيفري باش يكون مخصص بالطبع الصباح ان شاء الله من 9 للعشرة مش يكون جوله في المعارض واستقبال ضيوفنا، وهنا اكيد مش يكون عندنا برشا ضيوف من خارج جبنيانه بالطبع. بدايه من العشرة مش سنستمتع ان شاء الله بندوات فكريه متعلقه بتاريخيه المشطيه، اولا في علاقتها بست نفيسه طبعا كما قلنا الحكايه كيفاش ست نفيسه هي كانت الاولى لعلمه الناس، ثانيا معناها خلينا نقولوا تفسير الرموز او ما يسمى بالرقمات في المشطيه. في المشطيه اللي سموها فهمت معناها فما عده رقمات عده اسماء، دونك فرصه هنا اكيد مش يكونوا ثم مختصين ومعناها ودكاتره لتفسير هذه الاشياء. بالطبع العشيه مش يكون زاده مفتوح للتسوق، مفتوح للاستمتاع يعني بالمعرض وال هنا برشا ناس مغرومين بتوسكي تراديسيونيل ويحبوا الزين نتاع المشتي هذا، دونك نتصور فرصتهم باش انه يمشيوا راس النبعه يعني يمشيوا لجبنيانه ويشوفوا الحرفيات كيفاش قاعدين يخدموا ويتابعوا لي ديتاي هذوما الكل. وعلاش لا اللي تحب تزهز اللي يحب يزين داره بحاجات كيف هكاك، دونك فرصه لي في اليوم الثالث اللي هو اليوم الختامي نورمالمون شو باش يكون؟ اليوم بالطبع اللي قبل اليوم الثالث اليوم الثاني مش يكون فيه محطه مهمه جدا سجادي هي ورشه استماع للحرفيات، حتى هي الحرفيه هي اكثر وحده تعرف شنو هي التحديات الموجوده صح. اكيد الحرفيه هي اكثر وحده تنجم تعطيك اقتراحات بالحق عمليه وبالطبع استماع لهن باش ينجم بالطبع كسوا المهرجان او المسؤولين المعنيين بالمرأة الريفيه المسؤولين المعنيين بال الصناعة التقليدية، المسؤولين المعنيين بكل ما هو معناها خلينا نقولوا معناها تراث مادي أو لا مادي، معناها المسؤولين في عدة جهات حتى الصحة حتى غيره، خاطر هذه معناها مهنة شاقة جدا، يستمعوا للنساجات بالطبع باش نعملوا حلول تتماشى مع انتظاراتهم وكذا. في اليوم الثالث اليوم السبت يوم الاحد بليتو 4 فيفري باش يكون بالطبع مخصص لقراءه بالطبع كالعاده من 9 ل 10 عندنا المعرض وزياره المعرض واستقبال ضيوفنا. بدايه من 10 باش تكون قراءه لمخرجات الورشات ولحلقه الاستماع مع النساجات بالطبع بشنو خرجنا شنو الحاجات اللي لازمنا نفعلوها لازمنا نعملوها نحطوها على الارض. وبالطبع بعدين ثم التكريم بدايه من 11 ثم تكريم المشاركات تكريم المبدعات في هذا المهرجان.
مهم ياسر، ويعني انه باش نكرموا ناس قاعده محافظه على الاصل نتاعها وحافظه على التراديسيون والتاريخ نتاعها، دونك هما اللي يسهلوا التكريم. فبرنامج ثري وفكره مبدعه ورائده، ان شاء الله بالتوفيق لكم. فقط نحبك استاذ خليفه تخدم شويه مع المشاهدين اللي عجبهم البرنامج، كيفاش نجموا يشاركوا معاكم، كيفاش نجموا يحضروا معاكم؟ بالطبع المشاهدين اللي يحبوا يجيونا لجبنيانه، بالطبع سهله نجوا لجبنيانه، جبنيانه ولايه صفاقس. بالطبع المهرجان كما قلنا من 2 ل 4 فيفري في مقام الولي الصالح سيدي ابي اسحاق في وسط جبنيانه. دونك باش يكونوا ضيوف معززين مكرمين. بالطبع نحن بالنسبه للابعاد بيوتنا مفتوحه، هذا اولا. ثانيا عندنا نزل قريب ياسر من جبنيانه في منطقه اللوزه على بعد 9 كيلومتر، عندنا صفاقس قريبه جدا يعني 35 كيلومتر فيها نزل وغيره. بالطبع هنا دعوه يمكن فادي، اولا انا نحب نبدا بالجبنيانيه في تونس، دعوه ليهم الكلهم، كان كل واحد يجيب معها شخص براني على جبنيانه، دونك نجموا نعملوا ثراء كبير للمشاركين. هذا اولا. ثانيا دعوه لكل تونسي باش يجي يستمتع بمهرجان المشتية في جبنيانه ويستمتع معناها بالمعرض وبالندوات اللي مش تصير وبالحلقات اللي مش تصير. بالطبع دعوه زاد للاعلام باش يعرف بالمهرجان، باش يغطي المهرجان، دعوه لكل من يرى في نفسه الكفاءه باش يساهم في اثراء الورشات، اللي يرى في نفسه الكفاءه وينجم يقدم خدمه فيما يتعلق بالتمويل مرحبا به، فيما يتعلق بالترويج وافكار الترويج خاصه العصريه عبر الويب، وتعرف انت معناها اكيد مهم جدا الاشياء هذه. كل من يرى في نفسه الكفاءة وينجم يقدم الإضافة في ورشة الإبداع والابتكار زاد مرحبا به. زاد دعوة كما قلنا للمسؤولين من وزارة المرأة، من الصناعة التقليدية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، كل المسؤولين اللي يخدموا على المرأة الريفية، اللي يخدموا كما قلنا على معناها تثمين هذا الموروث الثقافي وهذا التراث المادي ولا مادي، زاد مرحبا بهم في جبنيانة. خاطر راهو جبنيانه راهو المشتيه سي فادي صار عليها بحث في الثلاثينات لما كانت جبنيانه قياده، خاطر قبل كانت المهديه قياده جبنيانه ثم صفاقس. كان يجي فرنساوي باحث دكتور لجبنيانه في الثلاثينات اسمه جولفان، عمل كتاب اسمه لي تيسوز اي لي تيساج ديكوري في الجم جبنيانه، معناها بحوث دكتوراه في الثلاثينات القرن الماضي على المشتيه الجبنيانيه. ما شاء الله. وهذه معناتها الناس ان شاء الله باش يحضروا ويكتشفوها بحذاكم في المهرجان. دونك نعاودوا نذكروا باش يكون من يوم 2 حتى اليوم 4 فيفري 2018 بمقام الولي صالح ابي اسحاق جبنياني. استاذ خليفه حسونه شكرا لك وشكرا على حضورك، وبالتوفيق للمهرجان، مهرجان المشطيه بجبنيانه في دورته الثانيه. استاذ خليفه حسونه المكلف بالاعلام لمهرجان المشطيه بجبنيانه مرحبا. دونك انا نستسمحك باش نمشي بحذا الشيف رحاب والشيف رانيا، خليك معانا بالطبيعه. به انا باش نقعد نتابعكم من هنا من البلاصه على خاطر اي العشاء اللي خاطر كي نمشي بحذاهم باش تنقص. خليك على بلاصتك باش تزيد تنقص البيتزا كيف تجي بحذاكم انت باش تزيد تنقص البيتزا. زدت صحن جا شويه في يدي كليتهم الكل. انا كليت صحه فرحت معناها مكلف بالاعلام مهرجان المصريه حضرت له، معناها انا نشكركم صراحه بالنيابه على انا فرحت بالفيديو تجي بحذانا الكل. اسمعني انت ديريكتومون تعيش لك اوكي. يا اللي رحاب ورانيا شنو عندنا اليوم؟ نبداو برانيا. نبداو برانيا ما يصيرش اليوم انا عملت سابلي، اما مش الطريقه نتاعنا نحن سابلي، انا ديما كي نعمل سابلي نعمل حاجه جديده، ما نعملش ما نقعدش فاكا الكلاسيك نتاع سابلي ومعجون وفوق حاجه مغطي. انا اليوم عملت حاجه جديده 100 غرام زبده عليها 130 غرام فرينه 50 غرام سكر 2 ساشي سمارت شيف سكر غلاس سكر فاني وصفر عظمه. وصفر عظمه هذيك لك هذيك خاطر انا بالبيتزا دخل بالبيتزا ومغبيكا وانا ناكل في السابلي وزدت عليه سمارت شيف توبينغ ما شاء الله لميتهم من كل كاو. ليه معذوره ولا معذوره؟ دونك هذا السابلي هذا السابلي اللي بالكراميل بالزبيب واللي بالشوكولا والفخيز بنوازيت بنوازيت. مهم ياسر رحاب. دونك انا عملت دو غوسيت اليوم اللي هما عصيت الجرجين اللي قلنا فيها برشا فوائد ودو بريفيرونس ناكلوها ياسر الصغار، وعملت بيتزا زاد حاجه يحبوها الكبار والصغار. بنبداو بعصيت الجرجين. عصيت الجرجين حطينا 250 غرام جرجين عليهم حكا حليب مركز. كان جا الشيف هنا يقول لي ما عادش تقول لي كونسونتري دونك حليب مركز الحكا كيلنا بها زوز حليب وواحده ماء
الحكه نتاع الحليب المركز نكلو به زوز حليب وواحد وحكه ماء نصبوا كل شيء مع بعضه الججلين النستلي الحليب والماء اللي مخلطين مع بعضهم نخدموها بالكدا على النار تبقبق نزيدوا شويه حليب خليوها تطيب مليح مليح حطيناهم في الكوب نتاعنا وعطتنا الريزلت هذايا اللون مزيان وتشبه برشا للعصير نوازيت عصير نوازيت اون اوتر تيكستور ومطعم واحد اخر بين البيتزا عملنا للعباد اللي تحب اللي بالفخوماج وعباد اللي يحبوا الخضره اي اسمع سيدي شويه صحيه على الاقل بيتزا صحيه طبعا بيتزا صحيه بيتزا صحيه بون نفس البات هي راهو ما بدلناش حطينا 500 غرام فارينة عليهم شويه زيت شويه ملح خذينا خميره فوريه نتاع سمارت شيف دوبه بنحطها في شويه ماء في صافي تطلع ما تشدناش برشا وقت حطيت انا في البيتزا نتاعي شويه مش نعرف نتكلم فيه دونك شويه كليل الزعتر شويه حبق شيح كل واحد كيفاش يحب يفوح البات حطيت طماطم اون كوب حطيت بصل حطيت فخوماج كبار هذايا العباد اللي يحبوا الفخوماج اللي العباد اللي يحبوا بون ما ننساوش الصوص نتاع زقولي عاونتني على الاخر اليوم انقذتني ما بقاش نعمل في صوص وانا كل البنه منين هي الريحه ياسر بنينه دونك للثانيه حطينا طومات سيشي حطينا بصل سوتي عظمه معدنوس شويه ثوم شويه زيت كل شيء حطينا يفدي القناه في الكوجينه الكل ولا يعطيكم الصحه خدمتونا مزيانه حاجات بنينه وريحه بطبيعه واصله ريحه بدرجي وراني الامام يعطيكم الصحه يعيشك تلاقاو بطبيعه خليكم ديما مع بعضنا خلينا ديما مع بعضنا ويجيو بحذنا ديما ريحه ما تبعدش علينا برشا سيد خليفه هو على ذكر التدخل هذايا نحن عندنا ميني اخر في مهرجان المشطيه خاطر ضيوفنا اللي مش يكونوا من خارج بنيانه طبعا الشبطيه اللي الناس ما تعرفهاش هذه خاصيه بنيانيه دونك عندنا الفرفيش اكيد وعندنا الفطيره الحمراء الفطيره معناها ماكولات بنيانه مش تكون كي سوا في البوست كافي استراحه الصباحيه او في الغداء مش تكون اشياء يعني تقليديه بنيانيه دونك فرصه حتى اللي يحبوا الاكل ما شاء الله ما تراتيوش مالا انكم باش تحضروا مهرجان المشطيه وما تراتيوش حلقاتنا في برنامج نهارنا هكا تابعونا يوميا بتبيع من 4 ل 6 بتاع العشية مباشرة على قناة الزيتونة الفضائية لعادة من 10 النص نهار إن شاء الله بتبيع تو نحن نهار جمعة دونك غدوة سبت وحد وويكاند وناس باش ترتاح واللي يخدم بتبيع جمعة كاملة سالوا مومو إنه باش يرتاح شوية يطلوا على الفامية سالوا على اللي عندهم برشا ما طلوش عليهم سلم برشا على زينوم على الديكور المزيان ضيوفنا الكل نسلم عليهم لي شيف نسلم عليهم ليكيب الكل المخرج الناس الكل نسلم عليكم ان شاء الله موعدنا نهار الاثنين بقدرة ربي على نفس التوقيت ونفس القناة حياتكم باش تشوفوا مرة خليوا فيها سعادة عادة وعيشوا حياتكم احلى مرة باي باي.